السلام عليكم عزيزاتي، حياكم الله اينما كنتم واينما شئتم. كتسلم عليكم ام زكريا وكتحييكم بزاف بزاف بزاف، واحبكم في الله كثيرا كثيرا كثيرا. متتبعات ديالي الغزالات العسولات الفنيكيشات، اليوم عزيزاتي جيت في واحد الموضوع اللي الصراحه كيهمني بزاف، وبغيت انا بغيت نتطرق ليه، يعني موضوع مهم بغيت نتطرق ليه ونقول كلمه حق في هذا الموضوع هذا، يعني على التجربه ديالي اللي انا دزت منها. المهم على غنهضروا اليوم على الجيف واي. باش غنبدا لكم بهذا الموضوع هذا، وغنقول للناس اللي كيكون عندهم قنوات وكيبغيو يطلعوا القنوات كيشاركوا في هذا الجيف واي هذا، باش كيطمحوا الناس يتشاركوا معهم، الناس اللي كيشاركوا في هذه المسابقات باش كيديروا ابوني لصحاب القنوات باش كتطلع لهم القنوات ديالهم. اللي نبغي نقول لكم هو انكم قبل ما تدخلوا لهاد سميتو، نتوما تعرفوا انا غنقول رايي، وكل واحد بطبيعه الحال كل واحد حر في راسه، الله يعاون كل واحد، الله يسهل على كل واحد. المهم انا غنعطيكم رايي فيه وكيفاش كيكون هاد الجيف واي هذا، وانا ما ضدت واحد، رايي عطيته السلام، ما نعاودها ونقولها. المهم مني كتشاركي في هاد الجيف واي هذا، كيكونوا معاك، ما كتكونيش غير انت قناه بوحدك، يعني كيكون معاك مثلا 20 قناه اللي غادي يشاركوا في هاد الجيف واي هذا. كيدخلوا الناس كيبقاو مثلا حنا نهضروا على واحد، هذاك الواحد اللي مشارك في هاد المسابقه بقى طن 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 طن، يعني ابوني 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 ل 20 واحد، ياك 20 واحد. هاد 20 واحد لاحوا، حنا نقولوا لاحوا كل واحد فيهم لاح فيديو في النهار، او كاين اللي كيلوح جوج فيديوهات في النهار، غير نتوما غير حسبوها غير بالدماغ ديالكم. دابا هاد واحد اللي شارك مع هاد 20 واحد، واش كتظنوا غادي هذوك 20 كاملين غيشوف ليهم الفيديوهات ديالهم، او غيشوف ديك لاباج ديال الانستغرام ديالهم؟ ما يمكنش، راه مستحيل مستحيل، ما يمكنش غادي يشوف لهاد 20 كاملين اللي شاركوا، لانها صعيبه وصعيبه بزاف باش حتى غتبقى مقابل نهار كامل، وانت 20 واحد غتبقى مقابل ليه سميتو ديالو. يعني هنايا غادي يكون مشارك معك، او يقدر الا ما ربحش ينسحب، يعني هنا ما غادي تستافد، ما غتستافدي حتى شي حاجه، لانه انت كتسعي يعني باش تطلعي القناه باش كتطلع، راه ماشي بالمشتركين او بليزابوني كيف غنقولوا بحال هكا، لا القناه، لا الانستغرام ولا اليوتيوب، راه بجوج. يعني الصفحه ديالك في الانستغرام خاصك البوست اللي حطيتيه باش غتستنفعي منه، باش غتنفعي منه خاصها تكون عندك المشاهده، يعني بنادم هذاك مثلا انت بغيتي تطلعي لاباج، المهم انا كنهضر هكا وكنتمنى تفهموني، المهم ديوني على 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 عقلي. مثلا انت بغيتي لاباج ديالك الانستغرام تطلع باش الناس باش الشركات مثلا يشوفوا عندك لاباج طالعه ويبداو يعطيوك منتوجات، مثلا ديري لهم الاشهار حيت شافوا القناه ديالك طالعه، راه غتكون عندك 100000، نقولوا 100000 مشترك. بالحق البوست ديالك ما فيش تفاعل، ما شايفو حتى واحد، تكون على يقين ما غيتعامل معك حتى واحد، لانه هو كيتعامل مع الناس اللي طالعين لي زابوني وطالعين المشاهده عنده طالعه. يعني هاد الانسان اللي غندير معاه انا غنعطيه واحد المنتوج يخدم ليا به، راه عنده الناس اللي غيشوفوا هاد المنتوج، ماشي انت عندك 100000 واحد ويلا شافك واحد، ولا ما شافك حتى واحد كاع، ولا ما شاف لك داك البوست حتى واحد. يعني هنا خصنا نفكروا بعقلنا، يعني انا عطيت الفلوس لي زابوني كاينين، بحق مشاهدات ما كاينين. المهم حليت الباب، ما صونوا عليا الناس، حليت لهم الباب، فين كنا لا معقلت. المهم قلت لك كيف قلت لكم، يعني انت عاطي واحد القدر باش بغيتي يعني تطلعي القناه ديالك او لاباج ديالك. حنا شوفي انت فين هاد الفلوس اللي عطيتيهم، شنو بغيتي ديري بهم؟ يعني بغيتي تطلع لك باش تجي تنفعي منها، تنفعي من وراها، تابوناو معاك، راهم تابوناو، ولكن راه ما شافوش لك البوست ديالك،
او ما شافوش القناه، ما شافوش لك الفيديو ديالك، فين كاين النفع؟ النفع راه ماشي في لي زابوني كيف قلت لكم، النفع كاين في المشاهده، لا في الانستغرام ولا في اليوتيوب. يعني هنا كنقول لك بانك ضيعتي الفلوس ديالك، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه، وانا وحده منهم. انا درت في الانستغرام، مني كاين الناس كاين اللي شاركوا ما ربحوش كينسحبوا. انا واخا الانستغرام ما كنخدمش فيه بزاف، كنلوح مره مره ماشي ديما، وما كنديرش لي ستوري بزاف، ما كنهضرش في لي ستوري بزاف مع البنات. المهم ما عنديش الوقت انا عاود، انا دايره الانستغرام على ود، كيف كتعرفوا، على ود الحوايج اللي كنبيع. انا هادشي علاش درت الانستغرام، باش الناس يتعرفوا على السلعه ديالي، واللي بغى شي حاجه اللي عجباتو شي حاجه كيعيط. المهم انا هذا هو الهدف ديالي بالحق. في الاول بداو كيطلعوا بالحق، شويه بشويه بداو كينسحبوا، ما خرجش كلشي بالحق بداك. وكاين اللي كيدخل كتعجبو لاباج ديالك وكيتشارك معاك، يعني ماشي من هكا من الناس اللي ديال الجيف واي، كاين الناس اللي كيدخلوا كيشاركوا معاك حيت عجبتهم لاباج ديالك، هادشي اللي كاين. فلهذا كنقول لكم اخواتي، يعني هنا اللي كيخسر كيكون خاسر انسان اللي عنده قناه بغى يطلعها، لانه عطى فلوسه في الاخير. لي زابوني كاينين، يقدر شي يبقى شي ينسحب، المهم على حساب. كاين اللي كيدخل كيف قلت لكم كتعجبو القناه او كتعجبو لاباج ديالك وكيبقى ما كيتسحبش. ما نقولوش حنا كلشي كيف نقولوا غنمسحو السما بليغا كيف يقولوا ليها، يعني كاين الناس اللي كيدخلوا معاك من هاد كيدخلوا في هاد المسابقه هادي وكيعجبهم داكشي اللي كتعطي وكيبقاو. يعني ماشي تقولي غنطلع على باج صافي نخربق فيها اللي كان ورا صافي غير لا، راه خاص الا بغيتي الناس يعجبهم المحتوى ديالك خاص يكون محتوى زوين. ضروري هاد الناس اللي غيدخلوا عندك وبغيتيهم يبقاو خاصهم يشوفوا داكشي اللي غيعجبهم، يعني يدخلوا عندك يبان لهم داكشي زوين وغادي يبقاو، ما غاديش ينسحبوا. بطبيعه الحال انا دخلت واحد القناه عجبتني، بطبيعه الحال غندير لها ابوني وغنبقى نشوف لها داكشي اللي كدير بطبيعه الحال، لان دخلت وبان لي شي حاجه عجبتني. يعني هذه حتى هي ضروري. لهذا كنقول لا سواء اليوتيوب او الانستغرام كيبغوا الخدمه، ما تريتيش كيبغوا الخدمه. الانستغرام خاصك دائما تكوني خدامه فيه، ديري فيديوهات. المهم راك عارفين الانستغرام تيكونوا فيه فيديوهات قصار، توريهم شي حاجه عندك، المهم شي حاجه اللي تفيدي الناس بها. يعني غيدخل الواحد غادي يشوف داكشي غادي يعجبو، تهضري معاهم يعني هكا في لي ستوري، تبقاي اكتيف، يعني تكوني اكتيف في لاباج ديالك. لا بالنسبه لليوتيوب حتى هو بطبيعه الحال، اليوتيوب اللي عندك راه كاين اللي عنده نقولوا حنايا مليون مشترك وما كتوصلش ليه المشاهده المليون مشترك. كاينين الناس اللي عندهم مليون كيكون عندهم مليون مشترك والفيديو ما كيطلعش ليه حتى المليون مشاهده. بطبيعه الحال ماشي كاع الناس اللي مشتركين معاك غادي يشوفوا لك. انا بالنسبه ليا انا وديها 1000 واحد يشوف الفيديو، نحط الفيديو يتشاف غير 1000 واحد راه فيها الخير والبركه، اللي بغاها كلها كيخليها كلها، حنا قانعين اللي جاب الله هو هذاك، ماشي مشكل، ما كرهناش ما نكذبوش على الله، بالحق اللي جاب الله ما عندناش مشكل. حيت دائما كيف كنقول لكم راه ماشي لي زابوني اللي كيطلعوك او اللي كتستافدي، يعني لي زابوني كتستافدي منهم الا كانوا متبعينك، يعني الا كانوا كيشوفوا لك داك المحتوى ديالك، يعني داكشي اللي كتحطي كيشوفوه، يعني كاينه المشاهده تما فين كتكون النتيجه ديال الناس اللي مشاركين معاك. كاين اللي مشارك وما تيشوفش الفيديو، يعني هو مشارك بحق الفيديو ما كيشوفش، ربما مساليش، ربما ماشي بنادم عاوتاني كلشي اللي مشارك كيشوفوا لك الفيديو ديالك، ما يمكنش. المهم كيف قلت لكم انا على حساب هاد لي جيف واي هذا كتكون عندك خساره، لانك تكوني خسرتي فلوسك، وانا في نظري هذوك الفلوس تصدقيهم في سبيل الله احسن، ينوبك ربي ثواب ويسهل عليك الله في نظري انا. يعني باش غنعطي انا واحد، انا وحده طلبت لي 150 الاورو باش هكا باش انا نشارك في هذا الجيف واي،
ما سلكتنيش، خرجت بحالي بسلام، ما غنقولش راه دارت ليا ولا دات ليا ولا فعلا ما نعير حد. انا ما كنعير حد، غير هو كنقول اشنو كاين من ورا هاد لي فوا، يعني كنعطيك معلومه باش غير تستافدي شويه. كيف كيقولوا اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. هذا اللي بغيت نقول لكم انا، يعني انسان يخدم 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 يخدم، تكون الخدمه على القناه ويكون انسان اكتيف، يعني دائما دائما فيديوهات، ونعطي شي محتوى زوين اللي غادي نفيد به المتابع اللي متابعني، نعطيه واحد المحتوى زوين، يعني غيدخل الفيديو غيخرج منه بالفائده ماشي بلا فائده. واخا مع كامل الاسف كنقول انا دائما راه كاين اللي كيخدم على القناه ديالو وسبحان الله ما كتطلعش لي القناه، ولكن داكشي عاوتاني راه كيبقى نصيب، كيبقى قسمه ونصيب، راه تقسم لك يكون لك رزقك فيها، راه كاين ما مقسمش لك، راه واخا ما عادش ديري. وواحد الحاجه انايا عندي هنايا في الدماغ ديالي، حب الناس راه عمره ما كيتشرب الفلوس، عمره ما كيتشرب الفلوس، لان كاين الناس اللي كيدخلوا عندك غير على قبلك، ماشي على قبل كاع داك المحتوى اللي كتعطي، كيدخلوا عندك لان داك الانسان كيعجبهم، كيجيهم انسان لطيف بحالي انا كيجيهم بكل تواضع، بكل تواضع، بدون افتخار، كيدخل كيقدر يكون ارتاح لك، يقدر. انا بحال وحده في واحد الفيديوهات، في الفيديوهات اللي كنلوح ديال بريمارك، جولات اللي كندير في بريمارك، راه قريبا نستعدوا، غادي نبدا ندير لكم جولات حيت قريب يحلوا ان شاء الله. قالت لي اختي والله كيعجبوني هاد الفيديوهات، كيريلاخيوني. يلا هما الفيديوهات كتحس بهم براحه، راه كاين ناس كاينين كيعجبهم، وهي ما غرداش كاع تشري داك الحاجه اللي وريتي، انما كيعجبها. انا من الناس اللي كيعجبهم نشوف الفيديوهات ديال هادو ديال المحلات والحوايج، المهم نشوف. راه ما غنشري، ما يمكنش غتشري. انا بحال دابا انا كنمشي كندير جوله، انا قلت لكم وصدقت لكم، المهم كنعطيتكم فكره على الجيف واي اشنو فيه، كتوك توليتوك. ما يمكنش انا غادي نمشي ندير جوله وغادي نشري هذوك الحوايج كاملين، اما كلشي انا عجبني واش انا غنشري كلشي؟ ما يمكنش غتشري كلشي، المهم اللي ما شريت نزاه كيف تيقول المثال، المهم راني شفت بعينيا. المهم متعت عينيا شويه وصافي، هادشي اللي كاين. المهم اللي كنقول لكم اخواتي، قبل ما ديروا هادشي فكروا، وعاوتاني حتى الناس اللي كيشاركوا في هاد الجيف واي، يعني كيطمحوا مساكن باش يربحوا ديك الهديه او داك المبلغ النقدي، تتكون كل واحد حيت الجيف واي كل واحد شنو داير فيه، كاين اللي داير فلوس، كاينهم الجيف واي راه ماشي واحد، حيت كاينين شي ناس الله يهديهم كيتكاو على واحد الجهه. الجيف واي راه ماشي وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، راه بزاف الناس اللي كيديروا الجيف واي. ما نعيروهمش، ما غاديش نعيروهم، هما عاوتاني ما كيبزوش عليك باش تدخل، كيقول لك اودي انا دايره الجيف واي، بغيتي تدخل غتدخل، ما بغيتيش تدخل انت كون بعقلك، يعني انت خدم. ما غنقولوش الناس ضحكوا عليا، لا راه خاصني ندير عقلي انا ونخدم بعقلي، ما نخليش انا الناس، يعني علاش غنقول ضحكوا عليا؟ لا، انت اللي مشيتي برجلك، انت اللي مشيتي برجلك وشاركتي وعطيتي فلوسك وكذا، حتى حد ما ضربك على يدك، لهذا خصك تكوني دماغ وتفكري وتعرفي كيفاش تسيري راسك، يعني في عوض انا ما غنضيع فلوسي، ندير انا ندير نشوف انا هذاك بنادم او هذيك الاخت اللي قناتها طالعه نشوف اش كدير وندير بحالها، واخا شي حالات ما غنقدروش نديرو شي حوايج، حيت كاين اللي طالعين لهم القناه، انا شخصيا ما نقدرش ندير شي حوايج اللي كيديروا هما مثلا، ما نقدرش، كاينين شي حوايج اللي ما نقدرش نديرهم يعني باش تطلع ليا القناه، يعني كاين اللي كتطلع لها القناه غير هكاك، كتحط غير الله يجعلها ما دير عا بيض ومطيشه طلعت لها القناه، هذاك الشيء كيبقى حظوظ وزهر وصافي، كل واحد والحظ ديالو. اليوتيوب ولا الانستغرام كيبقى حظ، وهذه سنطيحه دفعتي الجبهه ودفعتي السنطيحه غتطلعي راسك، ما دفعتيش راه غتبقاي جالسه في بلاصتك. ومهم اللي ديري في بالك هو اللي قسم لك الله في رزقك غادي تجيك، واخا طيري واخا تنزلي، اللي قسم لك الله في الرزق غادي تجيك. يعني انسان ما يكونش محبط ويقول علاش انا، صافي يرضى بالمكتوب وبالقسمه والنصيب ديالو. هادشي اللي كاين عزيزاتي،
كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل. المهم هذه بغيت نناقشها مع الاخوات اللي كيبغوا يطلعوا القنوات ديالهم. انا كفكره عطيتها لكم وانا ما ضد حتى واحد، الله يسهل على الجميع، انما الواحد قبل ما يدير شي حاجه يفكر فيها ويشوف شنو غيجي من وراها، ويكون يعني يكون دماغ كيف نقوله. وهذا ما كان عزيزاتي، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.